بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميعا، وشكرا جزيلا على انضمامكم وحضوركم لفعالية ديوانية الإلكترونية هنا في البهو الرئيسي للجامعة السعودية الإلكترونية في مقرها في الرياض. ربما وصلتكم الإعلانات ورأيتم الإعلانات كذلك في هواتفكم وفي إيميلاتكم عن أن هذه الفعالية تقدمها الجامعة في مجال وفي موضوع الأمن الفكري، تناقش هذا الموضوع وتسمع منكم كذلك وجهات نظركم مع ضيوفنا الذين يتوافدون يوما بعد آخر لمناقشة هذا الموضوع. ضيف هذا اليوم ربما تعرفونه، وهو الناقد والشاعر الأستاذ علي الهويريني، الذي تفضل مشكورا بقبول دعوة الجامعة السعودية الإلكترونية ليكون ضيفها لهذا اليوم، وسنناقش معه مفهوم الأمن الفكري كما يراه هذا الضيف. وأدعوكم كذلك إلى أن تشاركون في هذا الحوار، تبدوا وجهات نظركم إن اختلفتم مع الضيف أو اتفقتم معه، نريد أن نسمع منكم لأنكم أنتم جزء مهم جدا من هذا الكيان وهذه المؤسسة في الجامعة. إذن نحن نتقبل أن يكون هناك اختلاف واتفاق في الآراء، وسيكون هناك حوار وتفاعل، وبالتأكيد أن الضيف يرحب بهذا الموضوع. شكرا جزيلا أستاذ علي على قبولك الدعوة، ويعني أنت قبلت فورا الحضور ومناقشة هذا الموضوع. ما الذي دعاك، ما الذي جلبك لموضوع الأمن الفكري لمناقشته؟ هل هو بهذه الجدية؟ هل هو مرعب لهذا الدرجة كي يتصدى له كل فرد؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أجمعين، من السفين إلى الأمين، لا نفرق بين أحد منهم، ونحن بما جاءوا به مسلمون. أولا أشكر إدارة الجامعة والمشرفين عليها والذين دعوني للحضور إلى هذا الصرح الذي يسمى الجامعة الإلكترونية في هذا العصر الذي الحقيقة أثبتت التكنولوجيا أنها جزء من قوام حماية البيئة وتوفير الشجر بدل صناعة الورق. ظهرت هذه التكنولوجيا الحقيقية التي سهلت للباحث وكذلك لحفظ المعلومة أطول من عمر الورق. كثيرون يسألونني لماذا لا تكتب، قلت أنا أؤمن بأن السيليكون في الأرض أكثر من الشجر، لذلك علينا أن نطفئ لظى تمزيق الشجر وتحويلها إلى ورق، ونكتب على الشرائح إلكترونيا لأنها تحتفظ بالمعلومة زمنا طويلا أطول من الورق. لذلك أرفض أن أكتب ديوانا لي أو قصة لي على ورق وأنا أستطيع أن أدونها على شريحة تحتفظ بالمعلومة ما فوق 250 ألف سنة، وهذا من ميزة السيليكون ومن نعم الله التي وضع سرها في التراب ليأتي من يكتشفها. هذه النهضة الإلكترونية التي في الحقيقة هي بدأت من عام 1930 ولكنها لم تظهر للناس بسبب غلو بعض حملة الدكتوراه في الجامعات الأمريكية في ذلك الزمن، ولم تظهر إلا في نهاية الثمانينات والتسعينات، وإلى الآن نستمتع بهذه التكنولوجيا التي أصبحت ترسل المعلومة وتتداول. ولكن هنالك من يقول إنها مجرد تواصل فيه كلام فارغ وفيه كذا ويأتي فيه كذا. لن نستطيع أن نوقف هذا التيار الجارف، ولكن كيف نحمي أنفسنا بما يسمى بالحماية الفكرية؟ نرجع إلى حينما أنزل الله آدم على الأرض، أنزل معه الشيطان، لم يقل ليفسد آدم، ولكن وضع له عقل، وذلك العقل له بوابات ورسل خمسة من أولو العزم
يأتونه بالمعلومة، أي أنه باب مفتوح ذلك العقل، يجب أن يأخذ كل شيء. ولكن لهذا العقل خمس رسل: السمع والبصر والشم واللمس والذوق، مصادر تدخل المعلومة للعقل. أين الحماية الفكرية على هذه الأبواب؟ هو ذلك الحارس الفذ اللي اسمه القارئ الواحد. لخمس كتاب في هذا الكتاب يقرأ هذا العقل، هذا القلب. كيف يقرأ هذا القلب؟ هو الذي يميز في المعلومة ليأخذ الأنقى. فنحن خلقنا ذو عقول، وتلك العقول الذي لو سألت أي واحد أين يقع العقل فينا، يقول واحد في القلب، ويقول واحد في السمع والبصر، وهو كل هذه المجموعة تكون العقل. أقول له قف، حتى الجحش يحمل هذه الأشياء، له قلب ينبض، وله سمع، وله بصر، وله ناصية يدون، ولكن أين العقل في ذلك الإنسان؟ هذا المعجزة الذي أسجدت له الملائكة، إنه يقع في زمن بسيط بين النبض والخفق، مدته ثانية، يتقاسمه النبض والخفق. فكلما كان خفق القلب أطول، كلما حسنت قراءتك لمن في ناصيتك. نحن لا ندرك أن الله حينما أعطى الذباب ربع ثانية للقراءة، أعطى الإنسان نصف ثانية للقراءة ويستطيع، ولكننا لا نستخدم هذا الزمن لنقرأ ما يرد إلى رؤوسنا ونحكم في نصف ثانية بين الحق والباطل. وهذه قدرة إنسانية على الإنسان أن يتعلم كيف يدرك في هذه النصف ثانية، ليحمي ذلك العقل من تلك المداخل، وهي الحماية الفكرية الحقيقية. لو قال لي رجل: أنت حمار؟ ثم أجبته وبسرعة: لا، ومضيت. أتدري ماذا سيقول ابني ذو العضلات؟ سيقول: يا أبي، كيف يقول لك ذلك؟ أنت حمار وتقول لا فقط؟ سأقول له: قال سألني سؤالا طبيعيا وأجبته بلا. جحش يسأل عن جنسه ولست من جنسه. حينما يأتي ابني ويقول: لا يا أبي، إنك تخفي ذلك الجبن في عباءة حكمتك وفلسفتك. سألته: أي بني، تريد أن تذهب لتكون مكاني لترد على ذلك العملاق؟ قال: نعم، وأتحداه. فذهب الرجل، وذهب الحكيم خلف ابنه من بعيد يراقب ماذا سيحصل. ويأتي ذلك الابن ذو العضلات ويبحث عن خصم أبيه ويضربه بالكتف، فقال له مرة أخرى: أنت حمار؟ قال: الحمار أنت. قال: لا، أنت الحمار. ثم بدأ اللسان يطول دون قراءة، حتى بدأت اليمين تتحرك، وكل يأخذ من صاحبه باليمين وبقوة. فدار الناس يتفرجون على هذا المشهد المجاني. أنت حمار؟ لا، أنت حمار. لا، أنت حمار. فجاء رجل من الخارج وقال: أيها الناس، ألا تستحون؟ كيف تتركون أولئك الحمير أمامكم وكأن لكم ليس عليكم أمر بمعروف أو نهي عن منكر؟ التفت الإثنان وقالوا: نحن حمير، أنت الحمار. فصاروا ثلاثة، حتى امتلأت الساحة بمجموعة من الحمير يثيرون الغبار، والناس تصفق وتهلل. نسوا أنهم بني آدم، حتى إذا جاء رجل من أقصى المدينة يسعى وظهر الجموع، قال: أيها المؤمنون، أما تستحون تتركون إخوانكم
بني آدم يتعاركون؟ التفت الأربعة وقالوا نحن بني آدم، نسوا وأدخلوه في المعركة. فأخذ الحكيم ابنه خارج الدائرة ووجهه متورم من كل ضربة من عقال أو بنية من بوكس، تكاد أصابع الأيادي تبين في وجهه وهو يدلك ابنه في طرف غترته ويقول: بني، أليست كلمة لا خير من هذا البلاء؟ حينما يكون لدينا ردود فعل لا نقرأ في تلك النصف ثانية، نكون في زمن العجول، ذلك الذي لا يقرأ ما في ناصيته ويستطيع أن يتخذ القرار في نصف ثانية والقرار الأعقل. هذا ما معنى قوله تعالى حينما تحدث في عن غزوة الخندق وقال: زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. القلوب في مكانها، لكن ما معنى بلغت القلوب الحناجر؟ أي لا زمن للخفق، نبض متواصل لا يستطيع الإدراك الإنسان. فهذا هو موقع الحماية الفكرية، هو أننا نقف في ذلك الزمن الرفيع بين النبض والخفق لنقرأ ما يقال ونقرأ ما نرى، ونستطيع لأنها أن يكون لنا ردة فعل، ونقول للحق حقا ونقول للباطل باطل. وهذا هو التمييز، وهذه هي المعجزة الحقيقية. هذا هو المحك الرئيسي للحماية الفكرية. لا تقل سأوقف التواصل الاجتماعي، لا تقل سأقتل الشيطان، فإن الله سبحانه وتعالى أنزله معك وجعل ذلك الزمن الرفيع لتقرأ وسوسة الشيطان، فإن الشيطان يخرج من دمك لأنه ليس له قرون يمشي في الأرض، وإنما سجن في دم آدم حتى لا يعلم من بعد علم شيئا. متى يظهر في آدم؟ لما بدأ آدم يخاف من الموت، فبدأ يظهر في دمه ويستعير لسانه ويقول له: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ هنا أكل من الشجرة، وهنا نزلنا إلى الأرض، ونزل معنا في كل منا ذلك الشيطان الذي يظهر في حالتي الغضب والخوف. فاملك نفسك عند الغضب واصبر عند الخوف، فإن الإنسان بين هذين الهرمونين المضرين الغضب والخوف لا يستطيع الإدراك. ولكن هنالك بينهن ما يسمى بالتبعية، الجهل، الاستسلام لما تسمع دون أن تجادل. جادل فيما ترى وتسمع، لأنك إن لم تجادل فستكون أمعة تابع لكل إنسان. هذا قد يأتيك إمام يأخذك في غلو فتذهب معه فتضيع، وقد يأتيك طبيب يقول لك كلاما يأخذك معه يعطيك أدوية فيضرك جسديا. وهكذا يكون العقل مفتوح لكل ما هب ودب دون أن يكون هنالك مجادلة. إخوتي، إن الله سبحانه وتعالى حينما عرض هذه الأمانة التي اسمها الجدل، عرضها على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان. لا تقل لي لن أجادل، ولا يقول لي أحد لا تجادلني. ما معنى لا تجادل؟ لا تجادل ما يسمى بالجدل القاروني المعاند، وإنما جادل لتعلم. لا يأتيك أحد بمعلومة وتقول له: من قال لك هذا؟ هذا هو العقم في العلم، ولكن استبدلها بكيف حصل هذا. وهذا هو الفرق بين أدوات السؤال، كيف حصل هذا ولماذا، هذه أدوات السؤال الحقيقية. أما إذا جاءك الإنسان وقال لك: اسمعني واتبعني، فاعرف أنه سيخدعك، لأنه بشر قد يخطئ، والله سبحانه وتعالى لن يسأله يوم القيامة، بل سيسألك ما أعطاك من إمكانيات، ستعرف الحق من الباطل. هذا ما أردت أن أقوله في عملية كيف تحمي هذا الفكر.
لأنه مفتوح له سمع وبصر وترى وتشم ومصادر خمسة تورد على هذه الهامة يدون فيها كل ما تسمع تتعلم كيف تتذكر. هنالك من هو لا يتذكر ولا يرى أن الميموري جزء من حياة الإنسان وجزء من قوامه. فالإنسان الذي تجده دائما حريصا على الرجوع والدخول إلى قصره، فكم إنسان يدخل في عقول الناس وقصورهم ولكنه أعجز من أن يدخل إلى داخل قصره ليرى ويتبع عمره من 10 سنوات إلى 20 إلى 30 إلى 40 إلى 50 إلى أن ينتهي، تجده سواحا يسوح في داخل نفسه ليقرأ ذكرياته. ماذا حصل لي منذ أن كنت 10 سنوات؟ ماذا حصل لي في 20؟ ماذا حصل لي في 30؟ اسمها قراءة الكتاب، القراءة الحقيقية، ليكون الإنسان ذو ذاكرة قوية. نتوقف، سأسألك بعض الأسئلة أستاذ علي. طبعا أنت تتحدث عن جزئية العقل وحماية العقل، وأنت تعرف وجميعنا يعرف ونعيش في عصر من الثورة المعلوماتية وانفجار معلوماتي مهول يأتيك من كل مكان. آليات الفرز، كيف بالإمكان أن يكون هناك آليات فرز للإنسان؟ لأن عملية القراءة قد تتم وقد لا تتم، عملية الثقافة المعرفية قد تكون موجودة لدى الفرد وقد لا تكون موجودة، حتى وإن كانت موجودة فربما ستكون هناك أفكار تتجادل مع بعض الأفكار أو قد تختلف أو قد لا تتلاقى إطلاقا. فما هي آليات الفرز التي بإمكان العقل وبإمكان الفرد أن يوظفها؟ ما هي هذه الآليات برأيك؟ هي واضحة، اسمها القراءة في هوامش الأشياء. ما معنى القراءة في هوامش الأشياء؟ من منكم قرأ 1000 ليلة وليلة؟ من يعرف لماذا كتبت 1000 ليلة وليلة؟ يعرف شيء واحد، كأن الكاتب يقول إن الرواية مقبرة للعقل. الرواية مقبرة للعقل؟ لا تقل من قال لك هذا، تريد راوية. وهذه 1000 ليلة وليلة استطاع هذا الكاتب أو المؤلف أيا كان أن يقول للناس انتبهوا، إن ملك جلس يسمع للرواية بالليل وينام بالنهار، هذا ليس له ملك سيبقى. وهذه هوامش شهرزاد، وكأنها حينما أخذت الكتاب من بين يديها وأنا أقول لها الرأي للرواية، يا أمة الغاوين دعونا نستقبل الآراء، لا ننبذها، داولها، داول الرؤى، لاقحها بما لديك من رؤى، خذ ذلك الرأي، ففي بطون الرؤى تولد الفكر. إذا كان هنالك رأي فحل تأخذه قد ينجب فكرة عظيمة تنفع البشرية. خبرا ألقيه لمن ألقى السمع وأحضر حجرة. أرأيتم بشرا يعطى سمعا يعطى بصرا وله قلب يقرأ لا يملك خبرة؟ أولم يقرأ في قدم الله الأسمى؟ قلم لو كانت أشجار الدنيا أقلاما والبحر مدادا ويمد بسبعة أبحر لن تبلغ حبرة. فليخرج وليجمع ما شاء من الآراء ويلاقحها، قد يأتي رأي فحل ينجب فكرة. وليمزج ما شاء من الألوان، قد يأتي من غسق الألوان لون يتزين في لوحة. أفلا سأل الشجرة عن قصتها من قاع الجذع إلى الثمرة؟ سيراها جذع يبس ينهل من طين وحل منتن، يسقي غصنا أخضر يخرج زهرة. هل يقرأ حدرا للجذع اليبس بعين ذبابة؟ أم يقرأ صعدا للغصن الأخضر بعين النحلة؟
وليقتبس من نارها وليقتبس من نارها هدى كم جذوة آوت هدى لله تلك الجذوة وليخرق عمق الأرض سيراها أحجارا أفلا كسرها كم من حجر أخفى كبره وليتمهل وليصبر فالعلم مرار مسلكه وليسأل هل موسى أوتي صبره هذا قولي والأرض قرار وهي تدور طين يحمل طينا يمشي لسبيلين إما طين لزب يمكث في الأرض ويكسوها خضرة أو طين يبس قاع موقع إعصار ترهقه قترة هذا هو الفرق بين ذلك المجادل الذي يقرأ المعلومة ويطرحها ويناقشها ويقول إن الله يقول لي لا تقل هذا أبي وهذا نبي وهذا ربي ما تسمعه جادل فيه لتؤمن عن علم لا تؤمن تبعية وأنت لا تدري ما أجمل ذلك المؤمن الذي يعرف الله عن علم من خلقه ولن تعرف الله عن علم من الرسول فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول لك ماذا يريد الله الذي تعرفه ماذا يريد منك وهذا هو ما يسمى الإعلام الحقيقي أترون أننا نعيش 50 عاما في إعلام يقول لنا ماذا فعلت الدولة ماذا فعلت الدولة ولكن هل سمعتم يوما هذا الإعلام يقول ماذا تريد الدولة منك من ربط الحزام إلى القصار إذن هنالك روح اسمها روح المجادلة ومطارحة الرأي والقراءة في هوامش الأشياء ما معنى الهوامش هو أن تطرح أسئلة لماذا حصل هذا ما الذي جعل ذلك الملك شهريار الملك الغيور الذي يقتل في كل ليلة امرأة يزداد شبقا حينما تعاد له سيرته الأولى أتدرون لماذا لأنها في 1000 قصة رومانسية حولته وهذا لأنه لم يقرأ لماذا جت هذه السيدة لديه وهي تستطيع أن تختفي لم يسأل وإنما أخذته بجمالها وبقصصها وما تستطيع أن تصفه في شهوانية الإنسان حركت فيه تلك الشهوانية فأعمت الغيرة في داخله فقرأوا في هوامش الأشياء لنعرف لن أحمي نفسي في مدينة كلها شرك إلا يكون لي ذلك القلب القاري الذي يطرح أسئلة لا تقل ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين ستنتهي كالذي ننتهي في بئر بدر شكرا لك الله يخليك لم ينتهي الحوار سينقل الميكروفون إليكم بعد قليل لكن سأحاور الضيف طبعا أنت تحدثت عن هوامش الأشياء هل أنا يمكن أقدر أسميها التفكير النقدي ويمكن أنت درست في الجامعات الغربية يسمونها الكريتيكال ثينكينج فالتفكير النقدي كيف بالإمكان أنه الإنسان يتناول مجموعة من الأفكار اللي تصل إليه مجموعة من الآراء التي تصل إليه وبالإمكان أن ينظر لها بعين الناقد وبالإمكان أنه يقوم بعملية فرز لهذه الأفكار ما الذي يناسبه وما الذي لا يناسبه وسأسألك سؤال آخر بعد أن أسمع هذه الإجابة لأنه في سؤال مهم بعد راح أقوله كيف تعرف ما تقرأ هل هو حقيقة هل هو يتناسب مع فطرتك هل هو يتناسب مع قدرتك لأن الإنسان عنده القدرة الفطرية عنده العاطفة وعنده القدرة الجسدية هل هذه الأشياء تتناسب معي هل هي تستقيم مع أمني مالي موروثي هنالك أشياء أريد أن أتحدث فيها عن الأمن إذا وجدت ما يخل في أمني هنا أقف لا أندفع كما يندفع أولئك الذين لا يريدون مثلا الديمقراطية
ولم يفكروا قليلا ما هي قيمة الديمقراطية التي تجري، ما هي قيمة الديمقراطية التي يعيشها الأمم اللي حولنا في مجالنا، الأمم الأوروبية التي نحن دائما نتشدق في ديمقراطيتهم. هل جاءتهم بكلام أم جاءتهم في زمن قدره 250 سنة من الحروب والعلم والمعرفة والإحراق من الكنائس حتى استطاعوا أن يجعلوا للسياسة مقام وللدين مقال؟ إذا لم نظهر في هذا الموضوع نحتاج لنا إلى 250 سنة حتى نحصل على هذه الديمقراطية. لما تحدثني واحد عن الديمقراطية سألته هل أنا أريد أن أسأل الدولة عن الشارع صلحوا لي وأنا ما دفعت قيمة الشارع اسمها؟ ما دامت الحكومات تصرف على الشعوب، على الشعوب أن تسكت وتنظر إلى عملها حتى تبدأ تدفع قيمة ما تستهلك، وليس فقط الكهرباء والتليفون وإنما وطأة الشارع، قيمة المال الذي تحصل إليه. حكومات لا تصرف على الشعوب، الشعوب تصرف على الحكومات. هذه هو المقياس الحقيقي للديمقراطية. لذلك علينا إذا جاءك خبر أو معلومة أو يتحدث انظر أولا في موضعك، هل أنا في مقام سأغير العالم فيه؟ لذلك يجب أن يكون لدي الأدلة والدلائل والقوة المتمكنة بحيث أني أستطيع أني أدخل في هذا الفكر لأقنع الناس أنني أدفع قيمة هذا الشارع، أنني حينما أشتري علكة من الشارع دافع قيمتها، وقيمتها للدولة تسمى الضرائب. هذه لم نفكر فيها إلى الآن. كثير من تأتينا معلومات تتدفق إلينا عن الدولة وماذا تفعل، وهذا الظلم وأنه ليس لنا رأي. متى يكون لك الرأي الحقيقي؟ حينما تكون مشاركا في البناء. ما معنى مشاركا في البناء؟ هل سأل أحدكم نفسه وهو يخرج من باب المسجد إلى الشارع أن يحمل قارورة البلاستيك اللي يشوفها ويرميها بالزبالة؟ هذه مشاركة في البناء. إذن أنا وطن لا أشارك في بنائه، لا أستحق العيش في بنائه، يجب أن أعيش فيه بسلام وأسكت حتى يكون لي مشاركة حقيقية في البناء. طيب بالنسبة يعني هناك الكثير من الأفكار التي ترد وتفد ونصدرها ونستقبلها، برأيك ما هي الأفكار التي سميها باسمها أستاذ علي، ما هي الأفكار التي بالإمكان أن نقول أن هذه الأفكار تهدد الأمن الفكري والسلم المجتمعي إلى آخره؟ أنت برأيك وش اللي توصلت فيها في هالموضوع؟ اللي هي لسان الحية الرغطاء، يأتيك أحيانا بلسان ويتحدث ويثبت لك وكأنه حاضر في المكان وكأنه يعلم الغيب، ثم تعجب بسحر بيانه وتسمع منه حتى تقاد له وتبدأ تروي حكاياته في الأماكن. فحينما يأتيني واحد يتحدث أطرح له أسئلة، كيف أوقف مثل هذا عند حده؟ إن سكت فيعتبر أنا مجرد مستمع، قد يستمع واحد وينقل كلامه، وإن تحدثت يجب أن أختار المفردة القاطعة الذي أمسه أولا بالعقيدة. لا تقوم أمم بدون عقائد، وهذا ما غسل دماغنا فيه. كلنا نؤوي عقيدة، بريطانيا تحكم ثلثي الكرة الأرضية الآن بالعقيدة بالدين، وتضحك على العالم وتقول الإسلام السياسي، الإسلام السياسي. نسينا أن نقول الإنجيلية السياسية، تحكم ثلثي الأرض بالدين. ما في واحد بأقصى الأرض إلا لقام الصبح قال لي يحفظ الله الملكة. لماذا؟ لأننا لا نطرح أسئلة، هل هي ملكة إنجلترا فقط
ولا ملكة إنجلترا ورئيسة الكنيسة الأنجليكانية. إذن هي ملكة ورئيسة كنيسة. هناك من يأتيك من الليبراليين ويقول المفروض أنه حنا دولة نبعد الدين عن السياسة. لا، الدين المعتدل يجب أن يكون هو قوامنا، مع المال قيامنا. فلنا قوام وقيام، لنا شريعة، لنا مبادئ تحفظنا. فإذا جاءني في المبدأ يكون لدي المبدأ. لا أحاسب إنسان أراه مثلا يصلي، ولا أحاسبه لأنه فقط لم يصم يوم عرفة ولا لا يصلي النوافل، فهذا شأنه. ولكن ما بيني وبينه هو ما أظهره ذلك الخمس التي قال الأعرابي: والله لا أفعل غير هذا أفلح إن صدق. إذن أنا هنا وضعت القيمة الأساسية، مبدئي، مالي أيضا أحافظ عليه ويجب أن لا أناقش فيه. الضرورات الخمس هي أربع: الأمن والموروث والمال والمرجعية، اللي هم الدين، تجدها في سورة السعادة لإلاف قريش، أي لاستقرارهم، رحلة الشتاء والصيف اللي هي الكد. فليعبدوا رب هذا البيت، المرجعية، الذي أطعمهم من جوع وضمن لهم الصحة، وآمنهم من خوف وضمن لهم التمييز، فلا يميز خائف. فلنعرف الحدود. حينما يجادلني واحد في هذا أقول له: قف، قل ما تشاء، ولكن هذه الأربع ملكي، أعطيت إياها لتستقيم حياتي فيها. ولا أقصد فقط الدين الإسلامي، كل مذهب يمسك الإنسان ويضعه في إطار العقل فهو بالنسبة له لا أستطيع أن أسب هذا المذهب، فلا أسب دين أحد، وإنما أبلغ ما أمرت أن أبلغه من ديني. ولا تسب الذين كفروا فيسب الله. لا تقل للنصراني أنت كافر أسلم، قل له أنت مسلم أكمل دينك، لأن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن آيات كثيرة ورفع من معنوياتهم وسماهم أهل الكتاب. ألا ترون أجمل من هذا الوصف؟ أهل الكتاب ليست معناها سيئة أنه يصفهم، بالعكس، كان يعطيهم هذا التشجيع ليدخلوا في الدين. فيجب أن لا أقف عند هذا الشيء. ولكن إذا هذا النصراني يمس عقيدتي أو يكذب منها فلي في ذلك أظافر وأنياب. شكرا. مستمتعين بالحديث أستاذ علي، إحنا راح نأخذ وندخل في مرحلة الجدل، نشجعكم على الجدل وأن تختلفوا وتتفقوا مع الضيف. وللأمانة الأخ الكريم هنا هو أول واحد طلب المداخلة، فالاسم طال عمرك، تفضل. مساكم الله بالخير جميعا. عبد الله الهذال من شؤون إسلامية والدعوة الإرشاد، وأدرس في الجامعة الإلكترونية إعلام إلكتروني إن شاء الله. مساك الله بالخير أبو عبد الله. حقيقة نشكر أطروحاتك الجميلة جدا في الساحة الإعلامية، ونشكر تمسكك بهذه الأربع حقيقة، لأنه فعلا نحن في مرحلة الإعلان وليس الإعلام، ولا الإعلام له دور كبير يبني المجتمعات حقيقة. فنشكر تمسكك بهذه المبادئ الأساسية حقيقة، وكذلك طروحتك إحياء العقل، فإن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن المجيد: ليتدبروا آياته، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكروا الألباب. فنشكر طروحاتك حقيقة كلها، نشكر لك هذا، نحمد الله أن ثبتك على هذا المبدأ القرآني العظيم، وهي التفكر والتأمل. كذلك نشكر لك قبولك، يعني استلامك للوحي بتأمل وتدبر، وقد حرص أن يتفكر الناس في القرآن أكثر من حفظه وتكراره بدون وعي وبدون فهم. فنحمد الله أن جعلك من هذه الأمة، ونسأل الله أن ينفع بك هذه الأمة حقيقة. يعني هذا إطراء حق لك حقيقة، وليس يعني حق لك من حقوقك. أنا متابع مقاطعك، متابع لقاءاتك، وأشكر الله أن سخر في هذه الأمة وفي هذه البلد بالذات من يستطيع أن يتأمل كتاب الله وينطلق من كتاب الله إلى بناء هذا المجتمع وبناء هذا الإعلام الذي يبني الأمة. تفضل. الأمم. فضيلتك ذكرت الديمقراطية، ولا شك أن هناك مفهوم في القرآن المجيد الشورى، فالشورى لا شك أنها هي المنهج الأسمى والأرقى من الديمقراطية، فتعليقك على ذلك. راح نسمع من الأستاذ علي عن موضوع الديمقراطية والشورى كفكرتين. يعني الأخ يرى
أن الشورى هي أسمى من فكرة الديمقراطية التي أنت لم ترد لم تقل شيئا عن الشورى وإنما ركزت على الديمقراطية. يبدو أن الأخ لديه قول آخر. بالنسبة للديمقراطية أنا أتحدث عن نوعية الشعب الذي يجب أن يعيش الديمقراطية. ما معنى الديمقراطية؟ خلني بقول لكم رؤية 2030. تحدثت بالبي بي سي عن واحد جالس وقاعد يتحدث سعودي معارض شكله منك بلندن، وطبعا لندن معروفة اسمها خارج أسوار الغابة، الثعلب يرقص ويسب على كيفه. لكن كان يتحدث عن الرؤية ذي ويقول ما أخذ رأي الناس ولا أخذ رأي أحد فيها، ويجب أن يكون عليها تصويت، وكأنه في باريس ولا في لندن ولا في أمريكا، يعني يحتاج إلى. فاتصلت عليهم وقلت لهم أيها السادة، تتحدثون عن الرأي والرأي الآخر، 2020 لو بغينا نصوت عليها عند الشعب السعودي كما تنجز العام 2070، يعني يبغى لها سنين طويلة على أساس نتفهمها ويحصل هذا النقاش وبيحصل فيها جدل وتحصل فيها مشاكل. لكن أنا ودي أسأل، وسألت المذيع سؤال، قلت له بالله عليك من أخذ رأي الأستراليين على لطع العلم الإنجليزي في العلم الأسترالي؟ هل هي جمهورية؟ هل هي ملكية؟ إذن ما هي المشكلة؟ ما هو الرأي؟ هل أخذ رأي الشعب الكندي اللي إلى الآن الطيران الملكي، الجيش الملكي تحت العلم الكندي، 70 الطلبة قادس ليحفظ الله الملكة، من أخذ رأي هذه الشعوب؟ إذا لا تتحدثون عن الرأي دون أن تكون أنتم تعملون الرأي، وهذا نقاش عقيم، لأنه حنا شعب عشنا نخلص لرجالنا الذين نراهم مخلصون لنا، ولهنالك نلمس الفرق ممن حولنا، ممن عاش والربيع العربي، هذا الربيع الذي والله أنا لا أسميه ربيع. هل عاش العراق الربيع العربي؟ هل عاشت مصر هذا الربيع؟ هل عاشت تونس يسمى أنجح الثورات؟ انظر إليها تكاد تتمزق. أخوتي هنالك وعي اسمه المجادلة، اسمه استخدام مفردات الكلام في الأحاديث، وليس السلاح ولا العصا ولا اليد. حينما جلست إلى الرمثة سألتها سؤالا، قلت أيها الرمثة اليابسة في أرض البائسة في أرض يابسة، لماذا لا تزحفين إلى الشمال حيث العراق والمياه وجنات الأنهار؟ قالت إنه وطني، نمت فيه جذوري ورقصت على نسيمه أهدابي. قلت تتحدثين وكأنك إنسان؟ قالت بئس الإنسان. قلت ولما؟ قالت إنه عجول ظلوم جهول كفار. قلت أيها الرمثة إننا نصلي باليوم 5 مرات شكرا لله وطاعة. قالت تشكرونه على جفان كالجواب ملأ بالشحوم وتنسون نعما زرعه الله فيكم. قلت وما هي؟ قالت نعمة الكلام، وقد أعطيتم لها أيها الإنسان شفتين ولسان وعقل وجنان، والله لو جلستم على طاولة الوئام وتحدثتم بالكلام لما قتل إنسان إنسان. سادتي هو الديمقراطية هي مجرد معرفة كيف نجلس على طاولة من دون ما نخبط على الطاولة، ومن دون ما نزعل، ومن دون ما نرمي الأوراق، ونقوم نتحدث بمفردات. من يقنع الآخر يستطيع أن يصل إليه بما يسمى التمهيد للعقل. أما أن يغضب واحد ويشغف بشته ويقوم من على الطاولة ويروح ويقش قشته ويعلن حربه، إذن هذا هو خطيئة الإنسان، أنه لم يستمتع بنعمة الكلام التي أوتيها. لذلك لا توجد ديمقراطية حتى نعرف ما معنى نعمة الكلام التي يديرها العقل والجنان. يعني ملخص الفكرة، سأذهب بالأسئلة لو هناك، ملخص الفكرة أن الديمقراطية هي فكرة غير صالحة
هي فكرة غير صالحة ولأنها لا تتمج. لا لا, 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 لا صالحة هي لمجتمعاتنا تقصد. هي يحتاج لها إلى زمن علشان يعرفون الناس الانفراد من قالوا فلان وقالوا فلان وقالوا لا تجيني بقال فلان، قل ما تقول أنت مما جمعت من قول الناس. واضح. طيب نأخذ المزيد من الأسئلة. يبدو أن الميكروفون هنا عند أحد الزملاء. المحاضر سليمان العزاز من كلية العلوم الإدارية والمالية. نرحب فيك دكتور الحضور. نحن ككلية وأعضاء هيئة التدريس نرحب بقدومكم، كما نشيد بقسم الإعلام بحضور هامة إعلامية كبيرة. في جميع طروحاتك يا دكتور كنت تتكلم عن الجدل، جادل وجادلوا. نحن كأعضاء هيئة التدريس صراحة في الوقت الحالي نعاني من قلة جدل الطلاب لنا في المحاضرات. يعني أنا كعضو هيئة التدريس أطرح توبك معين في إدارة الأعمال في التسويق، أحتاج أن الطالب يجادلني في معلومة كما أنهم نائمون فقط ينتظروني أخلص الدرس وأمشي، كما أني غيرت في أنواع الطرح للتوبك لكن الطلاب تفاعلية الطلاب لا، نعم لا يوجد تفاعل من الطلاب. في رأيك ما هي الطرق التي ننمي الجدل لدى الطلاب لأعضاء هيئة التدريس؟ أنا بالنسبة لي لو كنت بقاعة وألقي محاضرة وأشوف الطلبة لا يطرحون أسئلة على الموضوع اللي أنا أقوله أرميهم بسؤال جامح وأقوله أقول لهم مثلا هذا عليه جزء من الدرجة عليكم أن تبحثون فيه وأخلي غامض بحيث أنهم يسألون، لأنه الجدل قد يظن الجدل هي المجادلة ولا ولا، أنا الجدل المعروف هو طرح الأسئلة. ما معنى طرح الأسئلة؟ أن أطرح سؤال. مثلا لو أسألكم سؤال، أنا السؤال عادي، ما هو وجه الشبه بين الشايب والطيارة؟ أنا من معلمكم روحوا فكروا، ما هو وجه الشبه بين الشايب والطيارة؟ الشايب والطيارة هذا بعدين روحوا فكروا فيه، هذه اسمها تمرين كيف الواحد يدغدغ ويقوي القشرة العليا من الدماغ لأنها مسؤولة، هي سقف العقل مثل السماء، يعني حتى في داخلك الخلايا تنهض إذا كانت ضايقة لو تشيل عليها سمعت وشي ثاني، لذلك عليك أنك تجلس وتفكر بالمعاني. ما معنى أن أطرح سؤال؟ أطرح سؤال هذا يجب أن أمهد له. كيف أطرح سؤال؟ أريد أن أرى مشكلة. مثلا سألني واحد ما هو الشعر، ما بطول عليكم هذا شوي بس اسمعوني، فأردت أن أجيب. أنا كنت أتحدث عن المتنبي وأرى أنه الناس مفتونين في هذا الرجل ولكنهم لم يقرأوا في هوامش هذا الرجل، فوضعتها في شبه قصة خيالية. تعالوا ما هو الشعر؟ قلت في مدخل وادي عبقر، ومعروف وادي عبقر أنه ينسبونه للشعراء، هو خيال طبعا وليس واد حقيقي يذهب إليه الشعراء، وإنما هو في مدخل وادي عبقر يوجد سدرة، وتحت تلك السدرة حوريات الشعر كأجمل ما خلق الله حسنا، يعجز لسان شهرزاد عن وصف جمالهن، وعبور هذا المعبر قليل من البشر وليس كثر. فجاء ذلك الرجل ثاقب النظر يتمطى في خطاه متبخترا، فجاءته أجملهن ونظرت إليه وقالت هل تأخذني إلى وادي عبقر؟ فلا أستطيع العبور بدون مرافق. نظر إليها ولم يستطع أن يبعد النظر عنها، فغرفاه حتى إذا صحى من هول الصعقة قال لها تمنيت في هذا اليوم من حياتي أن لا يكون في لسان قومي كلمة لا.
نظرت إليه قالت أو تعاهدني وأكون خالصة لك أن تعيش لي لا تعيش بي؟ قال أول يوم وأول مرة أتمنى أن يكون كل لسان قومي كلمة نعم. فاحتضنته ودخلت معه هذا الوادي يسبحون فيه في أوديته الفضية تكسوه من الدر، حتى إذا وصل نهاية الوادي وجد سدرة تحتها ملك يأخذ كل قصيدة غصبا، فباعها بولاية تراب، باعها على الملك وهي تمسك وتقول يا ويلك سأأتيك في يوم تبيعني بتراب سأنتقم منك. وخرج لا يلوي على شيء حتى إذا كان في معزل والبيد تعرفه جاءته حورية الشعر تقول له يا من جعلت البيد تعرف وطأتك تبيعني بولاية تراب، اليوم أضع وطأتي على رقبتك ودون استحياء أدسك في التراب إلى غير رجع، وأبقى أنا دررا أحاديثا للركبان وتبقى أنت عباءة يلبسك المتنطعون في أندية الثقافة، كل منهم يريد أن يكون المتنبي، بئس شحاذ. شكرا جزيلا. يعني موضوع الجدل على فكرة موضوع مهم، يعني أنا بس تقريبا تبقى من 10 إلى 15 ساعة وأنا ودي أفتح مع الضيف، ودي أفتح معاكم عن غياب ثقافة الجدل بيننا في قاعات التدريس وفي الحصص الدراسية، وإذا أي أحد منكم بيأخذ الميكروفون بعد شوي يجاوب على هالسؤال، ليه الزميل يعاني من الطلاب أنهم ما يجادلون ولا يطرحون آرائهم وأنهم يأخذون ويردون الأفكار التي يتم طرحها في القاعة؟ يعني على يعني وانت في طريقك يعني تقول مداخلتك قول لنا جاوب على هالسؤال. فيه الأخ هنا راح يسأل، الاسم الكريم طال عمرك وتفضل. السلام عليكم ورحمة الله. أستاذ علي أخوكم إبراهيم الخميس من طلاب السنة التحضيرية. حقيقة يعني من خلال الحديث اللي تفضلت وذكرت فيه بدأت في مفهوم الجدل، أنا كان عندي مفاهيم السابقة للجدل أنه ينظر إليك نظرة مقارنة بما يسمى الحوار، نظرة سلبية كأنها إجبار الطرف الآخر على قبول المعلومة، ولذا كان الحوار الوطني بهذا المفهوم. فلعلك أنت الآن أثرت مفهوم الجدل في كثير من الأمور، حتى أن الإنسان ينمي لديه القدرة العقلية في خلنا نقول النقاش والحوار مع الطرف الآخر، وهذا شيء الحقيقة ما أدري هل نتفق على هذا المصطلح يعني كدراسة علمية أكاديمية، أو أن نأخذ هذا المفهوم بما تفضلت ذكرت فيه. النقطة الثانية مفهوم الأمن الفكري، طبعا هو حديثنا هذا اليوم. أنا الحقيقة قاعد أستمع يمكن أني أعصر ذهني على أساس أصل إلى ما تعودنا عليه في المحاضرات المقدمة، مفهوم الأمن الفكري وتسلسل بعض المفاهيم، لكن يعني من خلال حديثك يعني اختصرتها في مفهوم تترك للإنسان القدرة على أن يفكر ويعرف يعني الشيء الصالح له. هذا هذه المحاضرة بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب لم أكن معتادا حقيقة على مثل سماعه، ولعلنا يعني نقول أن هذه مدرسة مختلفة عما اعتدنا في تقديم مثل هذه المحاضرات بالطريقة التقليدية التي اعتدنا على تسلسل الأفكار لطرح مفهوم معين. أولا أستاذ علي الحقيقة أشكرك على هذا العلم ودليل على غزارتك، لكن سؤالي الآن هل هناك مرجعية مثلا نستطيع أن نسترشد بها فيما يتعلق بمفهوم الأمن الفكري؟ تنصح بقراءة بعض الكتب أو ترى بعض الأشياء التي ترى أنها منارات أو مراجع لنا نستمد منها من خلال ما تفضلت وذكرته؟ شكرا لك. يعني تحدث عن نقطة الجدل ونقطة أولا المحاضرة. معروف أنه ما معنى الجدل هو أن أطرح أسئلة يسموها بعض الفلاسفة التشكك، وأنا لا أسميها التشكك لأني لا أشك في صحة معلومة قبل أن أتأكد منها وأراها هل هي تطابق هذه الأشياء وتنمو. حينما يأتيني واحد ويتحدث عن عصا موسى كلام عيسى، هذا بعيد عن إدراك البشر، يدخل في المعجزات.
ما عدا ذلك يدخل في إطار العلم والرياضيات. لما أقول لك مثلا الضغط على السرعة يساوي الكتلة على الزمن، أنا استخرجت هنا نظرية أينشتاين، لأن الله سبحانه وتعالى أكد لي في القرآن أنه خلق السماوات والأرض في 6 أيام، منها 4 أيام التكوين اللي هي 4 أشراط. حينما نقرأ 4 أيام في القرآن نقرأها على أنها أيام طلوع الشمس غروبها ليومنا، ولكنها بلسان النبي هي أحداث، أي 6 أحداث. ولذلك قسمها حدثين رطب وفتق، ثم بعد ذلك 4 أيام اللي هي الضغط والحرارة أعلى وأدنى لكل عنصر، من الهيدروجين إلى الهوليوم ومن البذرة إلى الشجرة، كلها قائمة على هذا التكوين الإلهي العظيم، الضغط والحرارة أعلى وأدنى، هذا الإطار الذي يعيش عليه أنا، تعيش عليه الشجرة، يعيش عليه الطير، يعيش عليه الحجر أيضا، لكل عنصر ضغط وحرارة ينضبط عنده، إذا أخللت بالضغط أو الحرارة يتحول هذا العنصر إلى عنصر آخر وينتج عنه طاقة. لذلك جاءك القرآن بأن الضغط على السرعة يساوي الكتلة على الزمن، وهكذا جاء نظرية أينشتاين سبقنا إليها، ومع أنها نزلت قبل 1400 سنة، ولكننا لا نطرح أسئلة لأننا لا ندرس القرآن دراسة، بل نقرأه جملة واحدة. يا ناس القرآن لا يقرأ جملة واحدة، مليان من العلوم، حتى في علم الأجسام يستطيع القرآن يعطيك الآية اللي تفيدك كيف تكون في جسم رائع مستقيم، بدل هالكرشة اللي انت حاطها قدامك طولها ذراعين، نسيت أن الله سبحانه وتعالى قال وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ربط الخلود بعدم الخلود بأكل الطعام، إذن هذه إشارة. هناك في القرآن دروس في علم النفس كل شيء، لكنه حول مع الأسف إلى تفل ونفخ وعلاج طبي، وهذا لا يصلح. القرآن كتاب علم لا يدخل في الشعوذة، يدخل في علم النفس. حينما يأتيك واحد وينفث في عقده اسمها النفاثات الأنفس، ويقول لك حينما تشتكي وتقول أنا والله أحس بمغص، وتنزل وتجيك أمك الحبيبة وتقول يا ولدي ابن عمك الله يرحمه ترى كان عنده مثل ذلك وعنده سرطان، نفثت في عقده، هذه العقدة تستعيذ بالله من شر النفاثات الأنفس في العقد. خذوها على علم، لا تخذون على واحدة قاعدة تنفث في عقد وراء الخطبة، هذه كلها شعوذة ما لها معنى، إنما القرآن كتاب علم. لذلك إذا جاءك أحد بنفث عقدة في دماغك فاستعذ بالله من الوسواس الخناس. طيب، فهذا هو الوسواس الخطير. نفتح المجال. دقيقة اسمعني. يلا. لا تستمع لإنسان يقول لك كلمة ثم تأخذها وتبدأ تداولها وتكبر في راسك، فاستعذ بالله من شر النفاثات الأنفس في العقد. هكذا نزلت بعدها تستعيذ من الوسوسة في العقدة. فالآية السورتين في علم النفس، وليس لها علاقة بإخراج جن من الجسم أو طرد سحر كما يقولون أو عين أو ها؟ القرآن يفسر بعضه بعضا. طيب، نواصل أخذ الأسئلة. هناك الأخ السائل سيقول اسمه في البداية والسؤال أو المداخلة. عشق بن سعيدان. الاسم الكريم. عشق بن سعيدان. حياك الله. طال عمرك، هل الديمقراطية اللي تكلمت عنها في العصور الغابرة في القرون الوسطى ولحد الآن في أوروبا، هل هي لو حصلت عندنا بتحقق، يعني بتسوي تلاحم بين المنهج والغاية؟ بتسوي تلاحم بين منهجنا وغايتنا، أقصد أمتنا مجتمعنا، وهل نعم وهل الأمن الفكري يحقق للأمة أهم خصائص الأمة؟ الأمن الفكري هو الحماية الحقيقية. أما لو أقول لك حينما بعث الرسول بعث في منطقة في بؤرة الشرك والأصنام على الكعبة وكلهم مشركون، ولكنه لديه الأمن الفكري أن يطرح أسئلة، ماذا تفيد تلك الأخشاب؟ إذن هي موروث
أهلي، وهذا هو مرض المجتمعات، اسمه قال أبي قال جدي، دون أن أنظر إلى هل ما قال جدي فيه حق أو أنه مجرد إملاءات وغسيل دماغ وميراث وحماية، وليست حماية فكرية وإنما هي حماية موروث. هذه تقود إلى العنصرية كلما تزيد، ولكن الحماية الفكرية تعطيك ما يسمى بما معنى التعايش. فليأتيني من الجن ما دمت أعرف كيف أتصرف، لا يهمني من يأتي، إن يأتيني صيني أو يأتيني مسلم بنغالي، كلهم أتعامل معهم بالطريقة التي تحميني أنا. ما معنى هذا؟ هذا هو اسمه. تحدثت أنت عن الديمقراطية وهذا الإعلام، يعني أنا يعني بيني وبينك أنا حالف ما أدخل القاهرة ولا كازابلانكا ولا وزارة الإعلام، لأني لا أؤمن أنها تؤدي إعلام، ولا تغضبوا مني إن كان فيه إعلاميين، وعلي الإنسان، الإنسان نفسه إعلامي في زمن التواصل الاجتماعي. يا جماعة الخير والله لو كنت أتمنى أني أدخل القناة الأولى علشان أقول المقطع الأول، يبغالك البنت أقول تدخل عشان تدخل على بال ما تلقى لك واحد يعطيك الفسحة عشان تتكلم. هذه النعمة جعلتني من جوالي الصغير أرسل رسالتي من ناري وجاري وأتحدث للعالم، هذه نعمة من الله، ولكن علينا أن نحض الناس كيف نستخدمها الاستخدام الجيد، لأنها من النعم، من نعم الله اللي أعطتنا كيف نوصل رسائلنا. صحيح يجي فيها هذر ويجي فيها أشياء، ولكن قصرك عقلك فاحفظ قصرك، لا تدخله ثرثرة تبني شكلا تغريك بأنك آية عصر. جميل، نواصل أخذ الأسئلة. تفضل، تبقى سؤالين تقريبا، إذا في مداخلات مع الضيف يمكن بعد انتهاء الجلسة، لكن الأخ السائل والأخ السائل ثم سنختم بإذن الله. تفضل اللي مع الميكروفون، الأخ الاسم الكريم. معكم أخوكم عبد العزيز الهادري من كلية إدارة الأعمال. أولا أشكر الجامعة على استضافة أبو عبد الله هذه الهامة، اللي فعلا نفتخر في جلوس في مجلس موجود فيه، وأشكر الجامعة على إتاحة مثل هذه اللقاءات لتنمي عقلية الطالب وتفتح مداركه. سؤالي لأبو عبد الله، ما الفرق بين الجدال الذي تقصده والجدال الذي نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم عنه في حديثه أنا أو بما معنى الحديث أنا وكيل ببيت في رضاء الجنة لمن ترك الجدال أو المراء ولو كان محقا؟ وأيضا أجيب على عضو هيئة التدريس الدكتور علي عزاز بخصوص الجدال، أن أنا أرى أن أيضا هناك عتب على بعض أعضاء هيئة التدريس في أنه ما يتيحون أو لا يوجد إتاحة لفرصة الجدال أو النقاش بعض الأحيان، ربما ضيق الوقت صحيح، ولكن أعتقد أو هذه رسالة أوجهها إلى كل أعضاء هيئة التدريس، أن الجدال سيمكنني من المعلومة أكثر من سرد المعلومة. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الجدل أنا قلت وضحتها، هنالك من يجادل قارونا ليعاند ويبحث عن أسباب العناد، وحتى وإن كان يعرف بعض الحقائق يريد أن يعيش هذا الجدل، هذا هو المراء الغامض. أما المراء الظاهر فهو واجب على الإنسان، ولا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا أي بينا تستطيع أن تصل منه إلى نتيجة. لذلك لا تناقش، هنالك من يرى أن أصحاب الكهف من كلمة إذ قاموا، ما معنى قاموا؟ فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، هذا الإيضاح للنبي عليه الصلاة والسلام وهو في طريقه راجع من الطائف تائب. من قرأها يظن أنهم يتمنى مكانهم، ولكن من عرف الحقيقة يتمنى أنهم أن يقرأ هذه الآية إذ قاموا أي احتجوا، ومن احتجوا على من؟ على من هداهم وهو الله، وظنوا أنهم هم الهداة للقوم فتألوا على الله في شيء لا يريد الله من يتأذى عليه، فضرب على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعد ذلك بعثهم ليرى
في المتجادلين أيهم أحصى لما لبثوا أمدا، ليش لبثوا أمدا؟ هنا اسمها تمحيص الآيات. من لما يقول الله كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، أي احتجوا. لذلك الله يقول أصحاب الكهف كأنه يشرح لهم، يقول يا محمد إنهم فتية مثلك آمنوا وزدناهم هدى يوحينا إليهم ليكونوا نذرا لقومهم، ولكنهم تألوا على الله كما خرجت أنت من مكة مغاضب. هنا رجع النبي وهو يتوب ويسجد لهذا، نزلت عليه قصة أصحاب الكهف وقصة صاحب الحوت، كأن الله يقول له لا تكن كأصحاب الكهف ولا كصاحب الحوت فلا تتأذى على الله في شيء. هنالك من يفهمها بطريقة مقلوبة، لكن حينما ترى إذ قاموا ثم ضربنا على آذانهم، كلمات قاسية، ثم بعد ذلك بعثهم لقوم مؤمنين، اسمها الحالة، أي من أخذ أجر هؤلاء الأمة التي آمنت. كأن الله يقول يا محمد لو ضربت على أذنك في كهف الطائف وبعثتك بعد 300 سنة وجدت الإسلام في الأندلس، أي أنه جاء أحد غيرك ليقوم في هذا. لذلك طيب، علينا أن نفهم هذه المفاهيم في القرآن. طيب، نأخذ السؤال الأخير. الاسم الكريم. مسي عليك بالخير والجماعة. أستاذ علي، أنا عادل العنقري من قسم القانون. أنا عندي 3 نقاط أستاذ علي. النقطة الأولى اللي تطرقت لها من قبل قليل اللي هي تقبل الرأي، بحكم أني أنا من طلاب القانون قد نحن نركز على المصطلحات، هل تعتقد أنه هناك فيه عدم فهم للمصطلح؟ مثلا تقبل الرأي، في البعض يعتقد أنه تقبل الرأي يعني اقبل به، وهذا أعتقد أنه مو بصحيح. تقبل الرأي يعني إذا في فكرة جديدة قبل أن ترفضها أو تعمل بها اعرضها على العقل والدين. في ناس يعتقدوا أنه تقبل الرأي لا، اقبلها واعمل بها على طول. فأنا أعتقد قد يكون فيه مشكلة في فهم المصطلحات. هذه النقطة الأولى بشكل سريع. النقطة الثانية أستاذ علي، هل تعتقد أنه حنا عندنا أو جزء مننا خلط بين الفكر الإسلامي باعتقادنا أنه هو الإسلام، والانفتاح والانحراف باعتقاد أنه هو الانفتاح؟ يعني الفكر الإسلامي هو فكر شخص، أما الإسلام فهو الإسلام دائما صح وثابت. ففي ناس يعتقد أنه الفكر الإسلامي يبني عليه الثوابت حقته من الفكر الإسلامي، فهذا قابل للصح وقابل للخطأ. الجانب الآخر، في ناس يعتقد أنه الانحراف هو الانفتاح، فهنا في اختلاف في وجهة النظر. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة أستاذ علي، هل تعتقد أن التعليم، وأنا أقصد بالتعليم الابتدائي وليس التعليم العالي اللي هو الأساس، هل تعتقد أنه قصر بحيث أنه يكون فيه حماية فكرية للمجتمع الناشئ؟ حنا كبار وصلنا، قد نبحث الآن. الأخ سألك عن أي كتاب أنا أقرأ فيه، لأنه وصل لمرحلة أنه يبحث، لكن الطفل الصغير اللي أنا أبغى أبني عقله، هل تعتقد أن التعليم قصر من ناحيتين؟ الناحية الأولى أن الدين جاء بعبادات ومعاملات، هل تعتقد أن التعليم في الصغر في الابتدائي جاء جزء فقط بسيط من العبادات وأهمل كثير من العبادات ومن المعاملات؟ شيء ثاني، طريقة التحفيظ، هل هي طريقة أم أنه حفظ مع التفهيم؟ نقاط كثيرة يمكن نغطيها ويمكن ما نقدر نغطيها. الرأي الآخر والانحراف والفكر الإسلامي. أولا الرأي، حينما تتقبل الرأي، في فرق بين تتقبل الرأي وتأخذه وتمشي فيه، هذا هو العمى. وإنما يقول والرأي فحل إذا لاقحته برؤى، هل يجدي الرأي نفعا والرؤى عقم؟ إذا كان الإنسان ما عنده رؤى ويسمع الآراء ويلصقها برأسه ويمشي برأي فلان، هذا هو ما ضر العالم العربي في ما يقارب 200 سنة. وحنا نعيش حالة أدباء 3، هذا الذي أفاق جمع كلام الناس في أوراق وما بين دفتي كتابه قال وقال وليس له رأي فيما يقال، يأتي لك في مكان في مجلس ويفتح أوراقه لأنه لا يتحدث إلا بقول فلان أو قال الأديب الفلاني. إذا ماذا تقول أنت راوية؟ هذا هو الذي أنا دخلت عليه في عمر 50 وصلت إلى الغرفة الأخيرة لعمر 50،
وجدتها جمجمة فارغة إلا من كتاب وراوية وملك مقيد يحتضر. يسألني أريد قشة، أي هشة أقتلها، راوية كاذبة مملة أطفئ سراجها اللعين. سألته أتسبها وكنت يوما عبدها، أنسيت لذات السنين، هل لا سألت بئر بدر عن ضياع الغابرين، قالوا لرأي جاءهم هل فيه صبغ الأولين. أيها السادة، إذا أخذنا الرأي ولاقحناه في الرؤى، ربما كما قلت يأتي رأي فحل ينجب فكرة. وكم إنسان من رأي بسيط داوله في الرؤى وطارحه كما يطارح الإنسان خليلاته حتى تأتي فكرة رائعة جدا تنفع الأرض. وهذا هو ما يريده الله لنا في الأرض. نحن لم ننزل للعبادة لنسبح ونهلل، فالله غني عن هذا. نحن جزء من بناء الأرض، اختارنا الله أن ننزل، ويكفينا شرفا حينما أكون إنسان يرفعني معنوية. لما أقرأ في سورة البقرة إني جاعل في الأرض خليفة، إذن أنا من خلفاء الله في الأرض. مهمة الإصلاح من زراعة الشجرة إلى صناعة الطائرة، ولكن بنظم الله. فالله سبحانه وتعالى وضع نظمه في الدين لندخل لأما الدين الإصلاح. هل سأل أحد لماذا نصلي؟ قال واحد لأن الله فرض الصلاة. طيب لماذا الله فرض الصلاة؟ أنت مباح لك هذا السؤال. أقول له عندي من الرؤى ما جمعته من أن علماء الاجتماع في الأرض يقولون أن أبواب النجاح 1000، أبواب النجاح 1000، ولن تدخل من أيها باب حتى تدخل مع الباب الأول اسمه باب الالتزام، أن تفعل ما يجب عليك فعله في حينه لا تسوف. إذن أليست الصلاة التي تبدأ من بعد الفجر الثاني إلى صلاة العشاء صلوات مرتبة في وقت، هي مدرسة في باب النجاح؟ واسمعوها حينما يقول حي على الصلاة، نأتي بعده حي على الفلاح أي النجاح. والله أكبر. إذن باسمكم جميعا نشكر ضيفنا العزيز الأستاذ عادل الهويريني على قبوله دعوتنا، الجامعة السعودية الإلكترونية، دعوة الجامعة السعودية الإلكترونية ليكون ضيفا في فعالية ديوانية الإلكترونية. أشكر لكم حضوركم، أشكر لكم تفاعلكم. أود أن أذكركم بأن قناة الجامعة في اليوتيوب تسجل هذا الحوار وترفعه في القناة. كنا في الاثنين الماضي في نفس هذا المكان، كان معنا الإعلامي عبد الله المديفر، تحدث في موضوع وسأل سؤالا في البداية وحاول الإجابة عليه. كان السؤال: هل بداخلك متطرف صغير؟ المحاضرة ستكون موجودة إن شاء الله هذا المساء في قناتي في اليوتيوب، وكذلك هذه الجلسة ستكون إن شاء الله خلال اليومين المقبلين في قناة اليوتيوب. نشكركم جميعا ونشكر باسمكم ضيفنا وهو ضيف الجامعة السعودية الإلكترونية، وضيفكم أيضا أعزائي الطلاب، ونقدم درعا تذكاريا لضيف هذه الأمسية الأستاذ علي الهويريني، فليتفضل مشكورا. الحقيقة يزيدني فخر أن أكون في هذه الجامعة الإلكترونية التي تكاد تقول لي صدقت حينما أقول إنه انتهى زمن الورق وطحن الشجر، فاحفظوا البيئة، فقد جاءنا هذا العلم الجديد. وأقول للإنسان: انهض انهض، اترك كتبك أو يحدودب ظهرك، فالكتاب عناء رتيب، اخرج اطلق بصرك، اقرأ في قلم الله الأسمى، شمس تشرق خلف الأكمة تدفئ نسمة، تلثم ظهرك ثيب، من روث عولج في بطن البقرة تولد زهرة، ألوان تتورد بالطيب تقرأها حشرة، اقرأها إن كنت لبيب، طير غرد والغصن رطيب يلقي حكمة بالغة هي حكمه، لعمرك أبلغ من 1000 1000 1000 كاتب أو خطيب.